الاعداد اللي عليكم هو اللي قابل كلام فاضي كده بالدفع يعني قال لهم يا أولادي أتى الشيحة في قوة
انا لو خيطت بريتون في بريتون ومصر في مصر مسكين مسكين لان امسكها فرايو انا باخد الغرزه بتاعتي في الجلد والمصر والبريتون وبعدين اعمل اسمها تنشر او ريتنشر بنعملها في البنسكه. في حاجه اسمها بروتين سوتشر اللي هي بيقولوا عليها ايه عند السبب سراكه لما بييجوا يعملوا مثلا سكان تلاقي الخياطه عملت لك سراكه كده بس سهل تتعمل وسهل تتفك يعني ساعه لما تفك تطلع الفتحه مش هتلاقيها بس كده تتفك على بال ما تاخد المقاسات مظبوطه وبعدين تعملها ايه متبكينه يعني. هي البوتين بس دي عندنا احنا في الجراحه السراجه دي بنقول عليها بوتين مسكها ايه؟ سريعه عيبها بس لو الفتل قطع عيب كل الكور يعني سريعه ومستدامه بس لو الفتل قطع عيب كل الخياطه الكور انفرتنج لامبرت سوتشر دي غرز صفرين ترى الصفين الصف الاولاني اولسرو والصف الثاني يدفن الصف الاولاني وصلاه عايز اغير مثلا رينا للبدل فجاه بدل مقطوع عليه انا هغيرها كده اسمها ايه اسمها سيمبل انتربت الامبيل انتربت مش كتير وبعدين حاخد غرزه من بعيد هنا من بعيد هنا وعقد الصف الثاني يدفن الصف الاولاني هو زي الشباب دي يعني بعد ما اخيط كده انتربت سيمبل هروح جايب الغرز بالفتله والابره واخد حاجه سطحيه من هنا حاجه سطحيه من هنا يقوم الطبقه الثانيه تدفن الطبقه ايه الاول هنا بص على الرسمه دلوقتي دي اول صف دي اول صف وبعدين ده دفن الطبقه الاولانيه اشهر حاجه انت بتختار بيها الدرجه دي عشان تبقى وسط الطيب وممكن الانتسر نعملها برضه واضحه رد المثل السوتش الماتريس ده ولاد دورين الماتريس ده غرزه دورين سيمبل في سيمبل مثلا ادي يعني انت لو بصيت دي سيمبل وبعدين اخد الابره واعكسها واخد سنبله ثانيه فيبقى طرفين الخيط على لحيه واحده يعني اخيط من هنا وبعدين اخد الطرف في الطرف الغرزه زي اللامبرت طول ايه بس مش من تحت مبسوطه ايه بس طرفين في ناحيه واحده فاكر ان انت عندك بس كل غرزه هعملها اربع شكات يبقى بتوع التكنيك بيكرهوا جدا يقول لك بيعمل ماركس جامده جدا على الرقم دي فيها ميزه يجي الايتشز في بعض قوي يجي الايتشز على بعض قوي وقالوا لي دخل في ايد البرايمر انتنشن يسير وبعدين يفتح هو ده بيسير حلو قوي يعني بيخلي الدم يسير حلو قوي بس هي عيبها الماركس بتاعتها كتير شوفوا الماتريس اولاد عايزه تبصلها على انها دي سيمبل صفيه احنا كان الحاجات دي قبل كده ولا لا؟ يعني كتصور على طول حد يكلمني في انواع الفروع عايز حد يكلمني في فريم اسمه كروميك كاتل نيكاتل ومونوفيلامنتس ونيكاتل نيكاتل انتست سوري كاتل ومعاه كاتل دي لازم تتعقم حلو عشان تمام طب هما ليه جابوا امعاء الكاتلس دي وحطوا عليها الروح؟ يديله سترينث عشان يطولوا له عمره. هو
ولو جابوا كذب ضد رؤية مين كذب؟ يفقد قوة الشد، يفقد قوة الشد بتاعته في المغاية الفرنة بعد 5 أيام ويدوب في 10 أيام. خلي بالكوا الخطة عبرتهم عبرة الخطة بقوة الشد، الخطة ورخة خلاص قاد. لما حطينا عليه كروميوم قعد حوالي 7 أيام أو 10 أيام مختفي بقوة الشد ويدوب بعد 3 أسابيع، 10 أيام فترة أكبر. عشان كده عمل كروميوم خطة. قولوا لي قوة الشد دي مش رح تخطي ازاي؟ دوب ورقة
فظيعة، سكالية، كل كتير من ثمن السرنجة اللي انت بتدفعه
ثمن الشحن وثمن السرير. السرير ده كتصنيع لا مش غالي. وبالتالي ثمن التعيين ثمن ايه؟ طب يلا قولي بينعقموا المناظير ازاي؟ سابلون او سايتس. ايه السابلون ده؟ راجل يلا الصابون ده نوع من ايه؟ الصابون ما انا عارف. طب دي كله نوع من ايه؟ صابون. ايه الفرق بين الصابون اللاكس؟ هو الديكول بيرافق لازم تربع العب تقول دي رافي ولا لا؟ اه دي رافي طبعا. دي رافي جامد طبعا. ده الديكول ده رافي حكم عارفة هدية مش هتستحمى. ده دي رافي جامد. طب ما ايه الفرق بين الصابون لاكس بتاع منها زحمي اللي هو يقولوا عليه كاتايونيك ديتكتور. كاتايونيك ديتكتور بس اسمه كاتايونيك يعني. وبين الصابون او الديكول اللي هو يقولوا عليه انيونيك ديتكتور. ايه؟ ايه الفرق؟ كتايون الديترجنت ده ولاد بيعقم ما بيعقمش. ده بيدعم الميكروبات بالميكانيكال ووش. يعني تغسل كده تغسل كده والميه تنزل تاخد الميكروبات وتاخد الحاجه وتنزل ميكانيكال ووش. عكس الديتول. الديتول والصابلون يموت 99.9% من الميكروبات. كنت حكيت لكم الحكايه دي قبل كده. الواد التخين والواد الرفيع لما جابوا لهم في المدرسه اكل وسرير ورز وبتاع فراحوا يغسلوا ايديهم وهم واقفين في الحوض. الواد الصغير الواد التخين قالوا امي قالت لي تغسل ايدك بالميه 6 مرات. قام التاني بقى بيغسل ايده بالديتول ابو صابون هم الضعيف. قالت لي اغسل ايدك بالميه مره واحده. صابون هم الضعيف صابون ايه؟ تتفرج على الاعلانات الدكتور هو الوحيد اللي بيختلف. ليه؟ ده كاتايونيك ديسر وده الانيونيك ديسر. طب ليه اولاد ما بيستحماش كلنا الدكتور؟ لا 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 تلاقي الراجل اللي جنبك يقول لك ازاي فاتوره؟ يقول لك انا مش بعرف كل حاجه. يعني انا صابون لاكس بتاع منى زكي لا يبقى قشطه. امينة رجل لا واضحه بالكل والصابون السؤال الجاي. طب هو الصابون ده ولازم يعمل الفريكشن؟ خلي بالكم ان لازم يعقم بالفريكشن لازم كده عشان كده يدوا مع الديتول دي فردية تحت شعار امرش يا باشا امرش عشان تنضف. لازم 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 تريكشن لازم تريكشن. بس احكي تبع كده متأكد حكيت بس انت سبحان الله ما جاي بدواتي يعني. لا ايه بالنسبة للديتول والسايدكس والكامارين والأوريوم والكوكلير اسمعوا البيتادين. البيتادين ده اسمه ايه بقى؟ يعني ده معنى البوفيدول ايدين ده وقت كان اسمه زمان سابلتيول. طب الناس ما كانتش بتحب تحط سابلتيول ليه؟ وبعدين جت شركه شالت الالكول بيز وحطت كوبر بيز عليه. فدلوقتي بتكسب مليارات لانها قدرت تحط البيوت ووتر بيز وطلعوا نوعين من بيتادين. بيتادين برغوه وبيتادين بدون رغوه. فانا اقول لك ايه ارخص؟
وبعدين ده الكولم سوبرمركات والدنتين لاين تحت الدنتين لاين سكين قول الدنتين لاين ميوكس ميمبري. دي صورة اوضح شوية فيها الانترنال سفنكتر والاكسترنال سفنكتر ثلاث حتت ودي الهيموريدال بلاد. لما بتيجي نعمل عملية لحد هنا العيان قبل العملية يوم اللي قبل العملية هنبدا عليه كله زبادي جهينة عصير شوية دورجي دي بقى ليه؟ عشان ده رئيس فقام العملية اوعى تفكر انا بحضر القولون زي السكشن اسمون ده كانت زي الفيزيون دي فقامة مش فقامة بس هو لو قاعد ياكل بقى محشي وبامي
يوم اللي قبل العمليه انا اوسع الايه بس كده الاطفال نازل بيقاف وبعدين الحاجات يعني انا مش مصلحه المجال يعني وانت لازم تفهموا ان ده ملح قوي عشان صحتك جوينه وعصير جوينه اليوم اللي قبل العمليه ده مهم جدا عشان الكات يتجوز سواء هي مش الكات هنا لا وبعدين يا ريت كمان يعمل اثنين بانشر عشان خاطر لو نزل حاجه ادي ميه ارحم من الزمن وبعدين بنلاقي من العاده اولاد لايكوكي بوزيشن بنوسع الفينس وبعدين هنعمل بي ار وبروكتوسكوب وسيجمويدوسكوب عشان الحاجات الجينه كلها ممكن يكون كانسر يعني ممكن كانسر ريد توب او كرونز او قصر الفرايتس يعملوا اي شاطر عشان كده لازم يعملوا بي ار وبروكتوسكوب وبعدين مثلا لو ايه لو عنده بني هنا في سكه كده ولا في فتحه خارجيه دي فتحه داخليه الله يقول يا حمد ليه اوبن حامل ليه اوبن ازاي؟ هدخل فروق من الفتحه الخارجيه لداخليه ولا من داخليه لداخليه؟ ايه؟ عشان هو يكبر فانا هدخل الجروب من الفتحه الخارجيه للفتحه الداخليه وبعدين موسع دي بس كده وحاطط فيها بعد حاجه اسمها كاسكوس بيكرا عندنا حاجه اسمها بروكسوس بوب فانا ايه دخلت كده فانا شايف الطرف كده ودخل بوب كده وشط بره خلي بالكم ان هنا دي الطرف ده جوه صح؟ هشده بره ليه؟ ليه بقى بشده بره ليه؟ عشان تستنى تبقى هوريزونتال كده بشوفها شبه سيف الكفته افتح صباع الكفته خالص هي دي ممكن يسالك لو حد عنده بني ايه الفرص ده فانت هترد عليه على طول تقول له لو لو فرص ده هعملها لي اوبن اوبريشن انما لو هاي فرص ده ندع ريجيد ستيلت يعني هعمل ايه اوبن الحته اللي تحت الواير اللي تحت ولو مالتيبل هاي فرص ده هعمل فروق اصعب حته في الجي اي في اولاد الايد الكلام بلاش من الايد عايزين نقول بطريقه سهله كده لو في استلا بنعمله ايه؟ الهاي تيستر الحته اللي في ستيج اوبريشن الحته اللي تحت دي والحته اللي فوق بنحط فيها سكوت واير امال لو مطلوب الهاي تيستر المفروض ودايفرت السكول بعيد عن المنطقه لغايه ما اودي انتبيوتكس بتاع لغايه ما تجيله وبعدين ابقى حلوه كده سهله لو حد عنده ايمال فيش سؤالي كان هو لو حد عنده ايمال فيشر اكيوت ميديكال جدع لو نور سبونسر في الميديكال دي نعمل لاترالز في الدروب وفار لو كان كرونيك فيشر زي الفايبروز هعمل اشارته والستيرلس يعني هقطع شايفين سبتن البايب فانا بمسكها سبتن البايب شايفين بمسكها بقاله كده او فريق ايه نصاب هنا في سبتن البايب بمسكها بقاله اعملها كده عارفين لما شفتك تشتغل في الباب وبعدين اقوم عامل في شركه كاس فور بلوز انا كان الايتش سبريتش فاتت وبعدين اقوم عامل بوستيروس انا حاطط بس افكر الكلام كان نظر كان كله نظر ايه البواسير فلات الواحد الواحد هو قاعد في ايدنا الواحد فينا هو قاعد كده او تصفيف تقيل استنى على فكره احنا قاعدين مين اللي منع التقاول ده تصفيف
مفيش حاجه معديه. ساعات الواحد يبقى عنده تفاح او بسال فالبسترس شايفين ده ولاد العادة متبدد، شايفين هو متبدد وعنده بواسير، شايفين الهيمورايد البلاكسة مش عارف ازاي. احنا بنعمل له حاجة اسمها هيمورايد. طبعا الهيمورايد ثاني ست ايه سكن بيجري على كريم من ايد العادة. يعني انت عايز تعلمه ازاي ياكل ازاي يعمل حمام، برافو عليك. يعني عايز تعلمه لايف ستايل، يعني ياكل سلطه وكده، ولما يجي يعمل حمام ما يستخدمش ايه بالظبط، لان ده خط ايه ضرر ايه، برافو عليك. يعني العادي ايه ما يستخدمش الشطاط وياكل سلطه كده، انا موافق تماما. انا عايز بقى ادري بس امشان الجوكر او اي فريم زي الاكاليسيوم ميديكاليسيوم بروكر، بس امشان الجوكر او اي فريم. ممكن نعمل انجكشن كتير وسيرابي في البواسير لو كان يعني سكن دجري سيرم دجري. ممكن نعمل انجكشن ستيرو سيرابي بفينول ان المند اويل او فات لايفين. ما هو الفيروسز الاستراتيجيه الفيروسز بتتعالج بانجكشن او فاندلايزيشن. لو فورس ديجري فايروس فافضل جدا، يا اما بعملها اوبن او استابلر، يا بعملها اوبن يا استابلر. ده فاسع ايه؟ اطلع وادرس. وطلعت الاوبن بواسير ونربطها بالصف يفوز او سيركمسيشن على